قوة إلا بالله. اليومين إجا أخوك وخبرني إنه تزوج وحدة تانية وما عاد بده يرجع لميس. ولا أنت عم تخبريني بالجريمة اللي عملتيها مع شخص بعمره ما أذاكي؟ أمي 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 الله يخليكي لبقى تضايقي حالك. لك ينقص لساني مثل ما قلت لك ينقص لساني. والله العظيم رحشن. يا الله من صغركم وأنا اللي ربيتكم، كيف طلعتوا مثل أبوكم؟ كيف؟ ليكي خلاص أنا رح أعوضه. كيف؟ بدك تعطي سيارتك مثلا؟ لا. لكن كيف؟ هلا هو بيحبني كثير. ايه؟ ايه خلص رح وافق انه نتجوز. خرسي بدك تعملي جريمة تانية بحقه وبحق حالك؟ لك انت شو صار لك؟ شو صار لك؟ لك شو صار لكم؟ شو صار لكم؟ انتوا شو صار لكم؟ أنا آسفة